صادقة بدموع صادقة للعراق وبدماءنا الطاهرة نضحي للعراق. اليوم ساحة التحرير تودع أحد أبطالها، أبطالها الصامدين أكثر من 15 في ساحة التحرير، الشهيد البطل اللي سقط على يد الأحزاب الظالمة الأحزاب المجرمة. لو نقلكم احنا 40 مليون ما نخلص. الرحمة والمغفرة لشهداء الكلمة لشهداء الحق، مستعدين نموت كلنا وما ننسحب وتستمر هاي الثورة. الرحمة لشهداء العراق الشباب العاجل للجرحى، شاب العمر الورد اليوم ودعنا ودع الثورة بدموعنا الصادقة نودعه ونقله احنا باقين ودمك ما يروح رتبة كل عراقي شريف. يوم 16/3/2020 لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. تشييع أحد شهداء